السلام عليكم. مباراة الزمالك ضد سجرادة الأنجولي اليوم، نرجو باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. استعد فريق الزمالك لمواجهة سجرادة الأنجولي بالجولة الرابعة من دور المجموعات وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالمواجهة التي تقام بأنجولا وسط مساعي من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات. ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحل سجرادة الأنجولي المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم يقع سوار الغيني في قاع المجموعة بدون نقاط، الأمر الذي يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة في التأهل للدور المقبل. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، من الوضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد ونستمر معكم البث بدون تقطيع. وأعطونا توقعاتكم في مباراة اليوم.